طيب ولسه بنكمل معاكم بقيه فقرتنا القانونيه الاسبوعيه مع المستشار احمد فوزي، علشان بقى يكلمنا النهارده عن موضوع في غايه الاهميه، وهو عن القانون الخاص بالاسره، او بالاخص يعني عن قانون الاحوال الشخصيه. اكيد اكيد يعني البعض دلوقتي نفسه يحصل فيه شويه تعديلات، البعض يقول لك انا اتمنى ان الحاجه دي تتغير بشكل معين، وان احنا يبقى ليها تعديل بشكل اسرع شويه، بشكل يمكن يدي حقوق للمراه بشكل اكبر، يدي حقوق للراجل برضه بشكل اكبر. اكيد كلها علامات استفهام كبيره، وكلها حاجات في الاخر ماشيه في الاطار الصحيح بتاعها ان شاء الله في المستقبل. وده بجانب طبعا كمان اي بقى استفسارات ليكم، اي اسئله كمان كلمونا على ارقامنا اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. استاذ احمد اخبارك ايه؟ الحمد لله. طمنا عليك. الحمد لله بخير. كله كويس؟ كله تمام. طيب يعني النهارده القانون الخاص بالاسره هو قانون الاحوال الشخصيه على ما اعتقد يعني. تمام. عايزين نوضح للناس يعني هل القانون ده هو لسه بيطبق زي ما هو بكل حاجه داخليه فيه، ولا حصل فيه شويه تعديلات؟ تمام. شوف احنا النهارده لغايه اللحظه اللي احنا فيها ما حصلش اي تعديلات في قانون الاحوال الشخصيه. تمام. عن التعديلات اللي كانت ساريه. تمام. احنا المجتمع في حراك على انه يحصل تعديل في قانون الاحوال الشخصيه. تمام. الحراك اللي احنا شايفينه حراك من الجانبين، من الراجل ومن الست. كل واحد شايف انه حقه مهضوم شويه، او حقه مش واخده شويه. الستات يقول لك احنا مظلومين، والرجاله يقول لك مظلومين. من ناحيه ايه؟ تمام. تعالى خلينا نتفق على رؤيه محدده. تمام. الراجل هو اللي ظلم نفسه بعدم اختياره لزوجه كويسه، والست ظلمت نفسها بعدم اختيارها لراجل كويس، او ما عرفوش يكملوا مع بعض، ده مش عيب. ماشي. خلينا بقى نحط الاطار اللي نشتغل عليه المشرع والمجتمع، يشتغل على الاطار واحد هو المصلحه الفضلى للصغير. لان الصغير ده نواه المجتمع، لو طلع معقد، لو طلع عنده مشكله، انت بتخلق جيل عنده مشاكل. طيب يبقى الاصل واحنا بنشرع اي قانون نشوف العلم التشريعي ايه. تمام. انا العلم التشريعي النهارده مصلحه الصغير يطلع سوي، يطلع كويس، مستقبله واضح، مصلحته. تمام. في كل حاجه. فاذا كانت مصلحه الصغير هي الاساس، يبقى لازم نشرع وناخد قوانين وناخد اتجاهاتنا وناخد قاعده قانونيه لهذا الرجل، بغض النظر بقى او المشرع مش شايف الست هتزعل او الراجل هيزعل. تمام. يعني انا اعتقد انه لازم يبقى قدام المشرع هذا الهدف. كويس. تمام. طيب تعال نشوف ايه اكتر المشاكل. احنا عندنا مشاكل، واحد مشاكل في النفقات. تمام. مشاكل في التمكين والسكر، مشاكل في الرؤيه، مشاكل في الاستضافه، مشاكل في المصاريف، مجموعه من المشاكل في قانون الاحوال الشخصيه. تمام. علما عايز اقول لك على معلومه، قانوننا اللي موجود دلوقتي لطيف جدا وبيؤدي الغرض، يعني انا شايف بنسبه 90%، ولكن بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاطراف الطرفين كلها. ولكن عندنا مشكله في اليات التنفيذ. دايما عندنا على فكره المشكله دي في كل حاجه. اليات التنفيذ، يعني يمكن القانون المصري في كل ابعاده هتلاقيه مش سايب حاجه. اذا كان قانون مدني او جنائي او تجاري احوال شخصيه، لكن عندنا اليات تنفيذ لو بصيت ليها هتلاقيها شويه هي اللي بتعمل لنا المشاكل. زي ايه مثلا؟ تعال ناخد اكتر حاجه بيحصل فيها مشاكل. ونبداها كده بالرؤيه. الرؤيه دي عندك نص الرجل. اتفضل. في القانون هنا الرؤيه متوضحه ازاي؟ النص القانوني بتاعها. حاضر. كويس السؤال ده. الرؤيه للاب او الام، لان ممكن الحاضنه ما تكونش العكس. الام. تمام. والنص وقف وقال لك ايه؟ وبالنسبه للجد او الجده في حاله عدم وجود الاب او الام. يعني هي اول حاجه لو بنتكلم على الحضانه. بس في نقطه هكملها. عشان بس يعني الناس ما تفتكرش ان هي الحضانه من الام بتروح على طول الناحيه الثانيه للاب. لا، هي ليها تدرج. طبعا طبعا، تدرج في الحاضنات. الاول عشان اكمل دي لانساها ويبان ان احنا ايه اجتزلنا. حكم صدر حكم محكمه دستوريه والغى النص ده وقال ايه؟ من حق الجدود يشوفوا الاحفاد في حاله وجود الاب. القانون الاول كان بيقول لك ايه؟ لو الاب متوفي يبقى الجد يشوف، ولو الاب مش مسافر بره القاهره او بره بيشتغل بره، فمن حق الاب في حاله عدم وجود الاب الجد يشوف. النص ده اتلغى واصبح من حق الجد يشوف حتى في وجود الاب.
الجد او الجده. يعني هو الجد او الجده بيمثلوا هنا الاب؟ لا، في النص، في النص الاولاني، الاولاني قبل ما المحكمه الدستوريه تلغيه، كان الجد والجده ما يشوفوش حفيدهم الا في حالتين، لو ابنهم اللي هو الاب متوفي او مسافر بره البلاد. كويس، تمام. دلوقتي اصبح الاب بيشتغل في مصر وقاعد وبيشوف الرؤيه كل جمعه، الجد من حقه يشوف. ليه؟ لان المحكمه الدستوريه لغت الفقره الاخيره من النص ده. فاصبح دلوقتي من حق مين اللي يشوف؟ اب او ام او جد او جده. تمام تمام. طب انا عايز 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 اقول لك، هو العم مش من حقه يشوف؟ اكيد. الخال مش من حقه يشوف؟ الخال بيشوف لو مع البنت، يعني مع الزوجه او الام معاه يشوف. طب تعالى ناخد، لانه ده الشكل الاغلب، ان 80 او 85% الحضانه بتبقى مع الام. تمام. طب العمه ما تعرفش تشوف الصغير، العم ما يعرفش يشوف الصغير، اولادهم ما يعرفوش يشوفوا، الجد والجده بس مؤخرا بحكم المحكمه الدستوريه بداوا يشوفوا. طب ليه المشرع هنا النهارده وهو بيتدخل ما يتدخلش ويقول من حق الاب اثناء الرؤيه يصطحب معاه اي شخص، يصاحب معاه صاحبه عشان يشوف ابنه؟ هو ايه اللي هيحصل؟ ما هو ده الخلاف الدائر بقى ما بين الموضوع ده، ان هو احنا لو الاطار كان طبيعي جدا من البدايه هتلاقي الامور ابسط من كده، ومش هنلجا كمان لحكم محكمه او لرؤيه يعني بشكل قانوني، هتلاقي الامور ممكن فيها يعني ببساطه شويه. لكن الطرفين هنا ساعات بيوصل بينهم المراحل اللي هي الكبيره جدا، وبنشوف بعض النماذج يعني للاسف بتكون صعبه جدا، لا هنا واثق في ده ولا هنا واثق في دي، فبتلاقي هنا الاطراف كلها على يعني زي بيقولوا كده ايه، على نار متحفزه او متحفزين لبعض. صحيح. بس احنا هنا دور القانون يعالج ده، دور القانون يسمح في التشريع الجديد. لو انا مكان المشرع، الاب والجد والجده والعائله واي حد يجيبه معايا، ده كأب بشوف ابني مره في الاسبوع، اصطحب معايا اختي، اصطحب معايا ابن اختي، اعرفه باهله. ده شرعا لازم يعرف اهله يا جماعه. هو سؤال، اختي لما هتيجي تقعد على الترابيزه معاه في يوم الرؤيه الثلاث ساعات ده، ايه اللي هيحصل؟ اكيد مش هيحصل حاجه. طب نرجع تاني للنص القانوني، يعني هنا المفروض الرؤيه بتحدد لوقت قد ايه، وهل هي المره واحده في القانون؟ في ما ذكرش مره، القانون ساب ده لقرار وزير العدل بالتنسيق ده مع وزاره الشؤون الاجتماعيه. تمام. يعني قال ايه؟ الرؤيه تكون للناس دول، للاب والام. تمام تمام. والجدود في مكان يطمئن فيه على الصغير، يعني مكان فيه طمأنينه وراحه، ما يبقاش فيه يعني شيء مقبض، زي ما ينفعش يبقى في قسم الشرطه او مكان بعيد عنه. مكان بعيد عنه، لكن هناك حالات استثنائيه ينفع يبقى في قسم الشرطه. لو الصغير في سن الرضاعه لا يعي، وهناك مشاكل شديده بين الاسرتين، تحفز فممكن يحصل مشاكل يعني جامده، فممكن يتشاف في قسم الشرطه عشان قسم الشرطه تفصل ما بينهم، يفصل ما بينهم. من ده انا بقول طب ما تعالى نعدل النص. انت النهارده اسم الشرطه ده ايه المشكله انك تعين لي يوم الرؤيه 2 مناديب شرطه من الاس؟ انا عارف انه ده حمل على وزاره الداخليه، بس هو ده قدر وزاره الداخليه. انها متدخله في كل كبيره وصغيره لانها بتحمي المجتمع. بالظبط. فمعلش يستحملونا كمان في دي. تمام. يبقى في 2 امناء شرطه في كل مكان رؤيه. ليه؟ وجود امين الشرطه بيدي برضه طمانينه ويفرمل المشاكل. انت النهارده هتيجي تقول لي ايه القانون بيقول امين شرطه بزي يا سيدي يلبس ملكي؟ ما احنا مش عايزين بقى نعقدها. يعني طرف من الداخليه يكون متواجد لازم لفصل اي خلاف ممكن لازم يعني. ويبقى موجود، ولو حصل خلاف يحرر بيه محضر. طب وهل في عدم وجوده ما ينفعش نحرر محضر؟ فندم. وكمان ما هي الاماكن المفروض يعني اللي بيتم فيها الاستضافه او بيتم فيها الرؤيه؟ الرؤيه لسه احنا بنتكلمش عن الاستضافه. الاماكن دي طلع بيها قرار وزير عدل مع وزاره التضامن الاجتماعي، اللي هي زي مراكز الشباب والانديه، الاماكن اللي نقدر نحط فيها. تمام تمام. الاولاد انا لازم
النهارده وانت داخل بتحصل خناقات، بتحصل خناقات كتيره جدا. وممكن تكون في اسره محترمه جدا وتيجي بتشوف الرؤيه في ميعادها وبتمشي باحترام. تمام. في خمس اسر بيعملوا خناقات. يبقى اذا وجب على الدوله انها تنتبه لده، لان الطفل ده هو النواه اللي بكره مستقبل، هو ده اللي هيبقى بكره وزير ورئيس وقاضي وكل شيء. فلو طلع هذا الشخص مش سوي هتبقى في كارثه. مشكله. فانت النهارده وجود حد من الامن وانا كاب رايح، احنا المجتمع المصري بيخاف برضه، ومش المجتمع المصري اي حد. هو الموضوع مش خوف، موضوع احترام القانون واحترام كل واحد للمكان اللي هو متواجد فيه. انت عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ لكن سرعه الاجراء نفسه في وقتها اكيد ده بيخلي، انت عارف ايه اللي بيحصل؟ المشاكل تهدى شويه. انت عارف ان دلوقتي الام بتيجي تشد مع الاب، اه، وجيت تشوف ميعادك وتبص له وواحد يتنرفز ويضربه وبتوصل للارض. مين اللي بيحجز؟ موظف اللي ماسك الدفتر بتاع الرؤيه ده بيأيد ده، لو تدخل ممكن يدخل في خناقه معاهم ويدخل ويتحبس. فمالوش دخل. هل الرؤيه هنا ليها كم مره وتسقط مثلا لو الام ما ودتهوش او العكس صحيح؟ حاضر. شوف خلينا نقول برضو الحته دي مهمه جدا، او لو العكس هو ما جاش يعني عايزين نعالجها في التشريع الجديد. انا وجهه نظري تمام، اولا يجب ان يكون مكان الرؤيه ببصمه مش بإمضة دي، فكرة وده برضه موضوع سهل جدا. تمام. حتى لا يتم التلاعب. تمام. اتنين، يجب ان يكون مكان الرؤية بكاميرات ومراقب. كويس. ومن حقك كأب او ام زوجتك طاول تطلبي سي دي من غير بقى حكم محكمة تدفعي تمن وكده، تطلبيه من الموظف، انا عايز سي دي عشان اروح اعمل بيه قضيه للي تجاوز. هل ده في القانون طبعا بيسمح بذلك؟ طبعا. يعني اللي اروح اي مكان اقول له عايز الفيديو ولا ده بس خاص بالقصه القانونيه دي؟ لا يعني احنا خلينا نتكلم في الرؤيه. انا النهارده حضرتك لو مش هيقول لي مثلا اذن نيابه، لا خالص، الاجراء الطبيعي. سؤال. هذا مكان عام صح؟ مظبوط. مش مكان خاص، فالمكان العام ليه شروط غير المكان الخاص. انا النهارده لو مراتي او طليقتي ايا كان تجاوزت عليا في الرؤيه، مين اللي هيثبت ده؟ لا هو هيعرف، تعالى يا عم اشهد معايا يا موظف اللي انت قاعد، محدش ممكن، محدش. تعالى اعمل ايه؟ عشان كده مندوب الشرطه يعمل محضر في حالتها. هروح انا اقول ايه للمحضر؟ ده عملت ولا حاجه. لا ده انا من وقتها اخد نسخه من الفيديو، تمام؟ من حقي على طول، ويبقى ده مسموح لكل من يرتاد هذا المكان انه لو طلب يقدم طلب وياخد نسخه. كويس. تمام؟ اتنين، يتحرر محضر في لحظتها. ثلاثه، انا بقى ميعاد الرؤيه. دايما الرؤيه بتدي 3 ساعات المحكمه. تمام؟ من 3 لـ6 مثلا. جاء 3:30. جاء 4. الست جت 4:30 و5 وماضت في الدفتر. لا. البصمه، اطلب من موظف الرؤيه وهو موجود، تمام، برنت بالبصمه ويختمه لي. تمام. ادي موعدنا اللي جينا فيها. اروح للقاضي اقول له يا فندم اتاخرت، قانون بقى الجديد يعمل كده، ينذرها مره ثانيه، اتاخرت يعذرها مره ثانيه، يغرمها. طب معلش استاذ احمد، برضو هنا الـ3 ساعات دول مش بيتحسبوا مع اول يعني وجود الطفل، ولا هي الميعاد خلاص في ميعاد محدد من 3 لـ6 مثلا وخلاص؟ في كل حكم بيبقى في ميعاد. ما احنا ممكن نخليه يعني مرن من ناحيه ايه، لو هي جت، لو الطفل جه الساعه 4 جه الساعه 5 يتحسب من وقت وجود الطفل، يتحسب الـ3 ساعات. لا، ما انت اصله عندك ميعاد للرؤيه بتنتهي عنه في الليل. فلو جه وقعد ممكن يبقى دي فيها بقى ايه، ذل للست شويه او ذل للراجل. يعني ايه، انا جيت لك الساعه 4، طب ما انا عندي مواعيد او شغل. عارف هخلص 6. لا خلينا شوف، ما هم لو متفقين يعملوا اللي عايزينه بره. احنا بنتكلم على ان احنا على حاله عندها مشكله وراحت المحاكم ومش قادرين يتفقوا، الكبار دماغهم وحشه. تمام. فيبقى خلاص واحد يجي في ميعاده ويبصم وياخد ده. القانون بقى يجي يقول ايه؟ لو الست تغيبت اكتر من مرتين 3، غرامه ماليه عليها. هو حضرتك في شغل ده في الحالي دلوقتي؟ لا لا، ولا ده مش فيه. ولا ده انا نفسي يبقى ده كل اللي. طب هو ايه اللي بيحصل دلوقتي في القانون الحالي؟ حدث ولا حرج. واحد غاب، هتثبت وتروح تجيب مره واثنين وثلاثه، وسلطه تقديريه للمحكمه، وهي تيجي تجيب شهادات مرضيه، وتيجي ما اعرفش تجيب ايه،
طب في حاله ان هي بتروح وهو مش بيجي اللي بيحصل ان الست بتروح كذا مره وكذا كذا مره وهو مش بيجي يعني تمام ممكن الست هنا من حقها في ارهاق على الطفل بشكل كبير والراجل مفيش اي حاجه مش هتعمل له حاجه هو ما جاش يعني ايه القانون هنا بيقول ايه مفيش يعني ايه مفيش مفيش حاجه هو ما جاش يشوف ابنه خلاص هو حر ايوه يعني هل ده طبيعي ان هو الواحد المفروض بياخد حكم محكمه صح عشان ينفذ ده الطبيعي صح وفي رؤيه المفروض هنا بتتم وفي صغير هو اللي بيتبهدل في القصه دي حلو هنا بقى وصلت الكلمه دي ان مصلحه الصغير هي الاساس في اكيد لا. المحكمه بتنظر في الموضوع ده ان هو الطفل هنا يعني في مشكله ان هو ما حدش بيبقى متواجد في مؤخرا التقليل. بداوا يدوا قضايا تعويض مؤخرا بس الراجل مش هتعرف الست دايما يعني الست لما ما تجيش لانه هنا في ضرر على الاب بالتعويض ده ناتج عن ايه ان هناك ضرر اصابني في ان انا ما شفتش ابني وهي السبب فيه فبرجع بقضيه تعويض قضيه تعويض بقى اقعد في المحاكم قد كده وادفع فلوس قد كده عشان في الاخر اخد لي 10,000 او 20,000 جنيه تعويض طب ما هو يبقى القانون واضح من اول مره شوف القاعده القانونيه قاعده مصحوبه بجزاء للرضع لو ما كانش فيه جزاء يا احمد بيه مش هتعرف تتحكم في حد أكيد فلازم يبقى فيه جزاء يبقى القانون الجديد يطلع ان اول عذر للست ما تجيش فيه وتتاخر بمبلغ غرامه وما تتسبش مع احترامي والعكس صحيح برضو طبعا للتقاضي ما تتسبش سلطه تقديريه سلطه تقديريه وللراجل ما انت الراجل ممكن يجيب الست كل اسبوع وما يجيش الرؤيه بالظبط برضه هنا في حاجه في ذل للست انا هجيبك وما اجيش طبعا ولو انت ما جيتيش مره اخد فيبقى في وورقه تروح تاخدها بمنتهى السهوله تعرف انت عشان تعمل اجراء وتعمل محضر وتثبت وقع حصلت في الرؤيه ده بيطلع عينك بس مشوار طويل شويه بتبقى مشوار طويل وفي النهايه ما تعرفش تثبت حقك يعني في البعض ممكن بيعرف يثبت حقه والبعض بياخد بس شويه وقت لحد ما بيثبت يعني الحق بتاعه وفي الاخر طبعا الطفل هو متضرر من القصه دي طيب استاذ احمد برضو عشان الوقت بتاعنا اتفضل النفقات اخبارها ايه هل دي برضو محتاجه تعديل في القانون شوف كل النفقات انت عندك زي ما اتفقنا شوف كل اللي احنا اتكلمنا فيه في الرؤيه صياغه اجرائيه للتنفيذ لكن القانون موجود ولطيف النفقات برضو محتاجه صياغه شويه يعني في حته فيها لبس كبير قوي في النفقات اللي هو يجي يقول لك ايه النفقه سلطه تقديريه للمحكمه تمام حلو يعني بتيجي كالاتي ده بالظبط ممكن سيادتك زوجتك ترفع عليك قضيه نفقه تاخد منك 3,000 جنيه ونفس الشخص مذيع بنفس امكانياتك بنفس دخلك الخارجي بنفسه كله وقاضي يديله 1,000 جنيه تقديرية ايه؟ تقديرية هي حاجة تقديرية يعني. بس شوف انا بقول لك ايه؟ بس بنفس كل الظروف كل الظروف هي كل الظروف اقساط مش اقساط متزوج متزوج بالاخرى كان ومرتبه واحد وما عندكش دخل خارجي وده ثابت وهو ما عندوش دخل خارجي وده ثابت تلاقي واحد خد رقم وواحد خد رقم طب سرعة الاجراءات هنا اخبارها ايه؟ كتير لا سريعة الحمد لله يعني انت ممكن تاخد مفيهاش مشكلة الست ممكن تاخد حكم نفقة واحنا احكام النفقه من الاحكام الواجبه النفاذ من اول درجه ما بتستناش الاستئناف تمام فممكن تاخد في 3 شهور حكم نفقه تمام ده بس لازم بقى القانون الجديد يطلع يقول ايه لا في نسبه من الدخل هيسمعني حد يقول لي اما في دلوقتي اقول له لا اللي موجود دلوقتي نسبه من الحجز نفرق يعني ايه الكلام ده عشان برضو سريعا بس تمام انت حضرتك النهارده موظف في مكان بتاخد 5,000 جنيه وعندك مجموعة دخول أخرى في بيزنس خارجي ب 10,000 جنيه يبقى إجمالي دخلك كام؟ 15,000 القاضي هنا إداك 5,000 جنيه تمام لو إداك 5,000 مثلا دي أمثلة تمام عشان ما حدش يقول ال 15 بياخد 5 تمام إداك 5,000 جنيه تروح أجي أعمل آخد آخد النفقة دي من مرتبك هاجي أقول له يجي يقول لك إيه في الشغل بتاعك ده اصلا كل مرتبه 5,000 وانا قانون عمل بيقول لي ما احجزش اكتر من 50% على دخله فمش هديك غير 2,500 وهي دي اللي بتحصل لخبطه نسبه الحجز على الدخل ال 2,500 التانيه بتجيبهم منين؟ بحجز من المدينه ده الغير بدعوه حبس كله هيجوا يعني الزوجه ما تقلقش ليها شكل معين فهو ده النسبه لا انا عايز المحكمه النهارده وعايز القانون الجديد يجي يقول ايه؟ الاب اللي عنده ولد ياخد 15% ولدين 20
ولد لوحده ممكن 30 يحدد نسب من الدخل وثابته. ما ادخلش ابقى عارف ان انا لو اثبت ان دخلك 10000 جنيه هطلع اخد 3 مش حسب الدايره ما فكرت وحسب تحريات المباحث وحسب. لا ما تسيبش الناس كده. طيب استاذ احمد يعني الموضوع اكيد مش هيخلص دلوقتي في سؤالين. يعني هنكمله معاك الاسبوع الجاي ان شاء الله. خير، لان الموضوع فعلا في بعض التساؤلات الكتيره والكبيره اللي احنا محتاجين ليها رد. ان شاء الله هنكمل معاك ان شاء الله على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. يعني نورتنا جدا المستشار احمد فوزي، شكرا جدا ليك يا فندم. وخلاص يا جماعه حلقتنا النهارده كده خلصت معاكم، ويا رب الاهلي كمان شويه ادعوا قولوا يا رب كده الاهلي يفوز النهارده باذن الله، وكل الظروف تكون يعني مناسبه للمكسب ان شاء الله. بكره معاكم حلقه جديده، وانبوكس استنونا على خير ان شاء الله الساعه 6:30. سلام.